النهاردة أحرز اللاعب الياباني دايتشي كامادا هدف التعادل لفريق إنتراخت فرانكفورت ضد فريق سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات الجولة السادسة، وده هدف كامادا طبعا عن طريق ركلة جزاء زي ما انتوا شايفين كده. الهدف ضربة جزاء شاطها على شمال حارس المرمى، كرة قوية جدا، كامادا لاعب قوي طبعا ومنتخب اليابان كله لعيبة جامدة. فزي ما انتوا شايفين هدف التعادل، والمباراة لحد الآن 1-1.